سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، رأيت رجلا يقول: عندما دخل المسجد نويت أن أعتكف إلى أن يأذن الله لي، فما صحة هذا القول علما أنه ليس في شهر رمضان؟ الاعتكاف في المسجد وهو البقاء فيه لطاعة الله هذا أمر مطلوب ومشروع، وهو عبادة في رمضان وفي غيره. الاعتكاف في المساجد في رمضان أو في غيره مشروع طول السنة، ولكنه في رمضان أفضل. وأما النية فلا يتلفظ بها الإنسان لجميع أعماله، الله يعلم ما في القلوب بدون أنك تتلفظ. تلفظ بالنية هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية وقال نويت أو أنوي كذا وكذا، لأن الله يعلم نيتك ولو لم تتلفظ. نعم.